بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني هني حضراتكم جميعا بالعام الجديد إن شاء الله، ربنا يجعله عام خير علينا جميعا. النهاردة يهمنا نشرح لحضراتكم بعض القرارات الهامة جدا اللي وجه بها السيد الرئيس وتم إعلانها من مجلس الوزراء في جلسته اليوم. الدولة المصرية أكدت دوما حرصها الشديد على الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية، طبعا أولادنا في المقام الأول، ثم السادة المعلمين والإداريين وكل العاملين في المنظومة وكل الشعب المصري. بما أننا بنتكلم على التعليم، طبعا في ظل جائحة كورونا الدولة استثمرت كثيرا في حلول كثيرة في محاولة للتوازن بين الحفاظ على سلامة أعضاء المنظومة التعليمية وفي نفس الوقت استكمال العام الدراسي سواء المحتوى أو التقييم رغم ظروف الجائحة، بعد مشاورات كثيرة جدا بين لجنة إدارة الأزمة، أزمة كورونا، ومجلس الوزراء، طبعا دولة رئيس الوزراء والزميل العزيز دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، توافقنا على حزمة من الإجراءات أو المقترحات تم عرضها النهاردة على مجلس الوزراء والموافقة عليها وفقا لتوجيهات السيد الرئيس، وهي تعديل الخريطة الزمنية بشكل يسمح لنا باستمرار العام الدراسي وفي نفس الوقت عدم تعريض كل أعضاء المنظومة لأي خطر. فالعام الدراسي الخريطة الزمنية اللي اتنشرت، كان العام الدراسي بدأ 17 أكتوبر، كان مفروض مواعيد الامتحانات كانت 23 يناير وأجازة منتصف العام من 5 ل 20 فبراير في التخطيط الأصلي. طبعا تقديرا للموقف اللي احنا كلنا بنعاني منه، وجدنا انه من الافضل ان احنا نعمل تعديل في هذه الخريطة الزمنية، نخلي الامتحانات بتاعت الترم الاول بعد اجازة نصف العام بعد 20 فبراير، ونستغل الفترة الحالية في استكمال المحتوى الدراسي عن طريق الاستثمارات اللي اتعملت في التعليم عن بعد واللي تتيح استكمال المحتوى الدراسي لكل الطلاب باختلاف قدراتهم. فالقرار اللي مهم ان نبقى عارفينه انه مش عاوزين الطلاب يذهبوا الى المدارس، ده الكلام ده على المدارس التعليم العام والفني والمدارس الحكومية والخاصة والدولية بجميع أنواعها، وينطبق طبعا على التعليم العالي بكل مستوياته وكل أنواعه. إذن الحضور يتوقف من 2 يناير وحتى نهاية أجازة منتصف العام، ده من حيث الحضور. إنما هنستكمل العام الدراسي عن طريق استكمال المحتوى الدراسي عن طريق التعلم عن بعد. التعلم عن بعد هنا معناه الاعتماد على مصادر تعلم تم الاستثمار فيها لم تكن موجودة لما الجائحة جت لنا في مارس اللي فات. النهاردة بقى عندنا من المصادر اللي يسمح لنا نكمل العام الدراسي. فمهم جدا ان الاولاد يكونوا عارفين ان احنا عاوزين نكمل المحتوى الدراسي بدون محذوفات بتاع الترم الاول لمصلحة الاولاد، وهنستعرض مع بعض المصادر المتوفرة عشان نحقق ده، وإزاي الوزارة هتساعدهم في الفترة اللي جاية اللي هي بنستكمل فيها المحتوى من 2 يناير ل 16 يناير. من 16 يناير ل 20 فبراير هنعتبرها أجازة منتصف العام، ويستطيع الأولاد حتى خلال هذه الفترة استخدام مصادر التعلم ونماذج استرشادية هنحطها طول الوقت علشان يبقوا جاهزين للامتحانات اللي هتتلو أجازة منتصف العام حسب تقدير الموقف اللي الدولة هتقوم بيه في هذا الوقت، لأن صعب نحكم على آخر فبراير وأول مارس. في اللحظة اللي احنا فيها أي مدارس وأي حد سمعنا الإجابة مفيش أولاد تنزل المدرسة، أي نوع من الامتحانات العملية أو المواد اللي خارج المجموع أو امتحانات في مدارس دولية تقتضي الحضور يتم إلغائها، لأن احنا عاوزين الأولاد ما تروحش المدرسة من 2 يناير حتى 20 فبراير بإذن الله. أثناء هذه الفترة هنستكمل العام الدراسي، يعني ده مش تعطيل للدراسة، بالعكس ده إلغاء للحضور، ولكنه الدراسة يتم استكمالها، وندعو أو السادة أولياء الأمور أنهم يساعدوا أن الولاد تتأكد أنها خلصت المحتوى الدراسي. طيب نشوف مع بعض إيه المصادر المتوفرة. لو حضراتكم تسمحوا لي نستعرض على الشاشة
احنا عدد السنوات اللي هو من رابعة ابتدائي لحد الشهادة الإعدادية عندهم مصادر كثيرة جدا، أهمها القنوات التعليمية اللي افتتحت في منتصف أكتوبر، قناة مدرستنا واحد. قناة مدرستنا واحد بتغطي السنوات من رابعة ابتدائي لحد الشهادة الإعدادية، وفي وسائل تعليمية أخرى. طبعا قناة مدرستنا متاحة عن طريق القمر الصناعي وعن طريق الأرضي لمن لا يستطيع، اللي ما عندوش إنترنت وما عندوش أي أسلوب للدخول على المنصات الأخرى، هيلاقي هذه القنوات اللي بتغطي كل المناهج. لو عنده اتصال بالإنترنت هيلاقي منصات أخرى زي البث المباشر بالتوازي مع مدرستنا، منصة ذاكر اللي فيها مناهج رقمية كثيرة جدا، ومنصة إدمودو اللي هنعتمد عليها في الفترة اللي هنبقى قاعدين فيها في البيت. في منصة إضافية بتقدم خدمات للشهادة الإعدادية بالتحديد اللي هي منصة الدروس الإلكترونية أو حصص مصر. كل دي بقت مهمة جدا دلوقتي، والاستثمار فيها هو اللي هيتيح لنا استكمال العام الدراسي عشان الأولاد ما تفقدش هذا العام. في المرحلة الثانوية الأولاد هنا معاهم أجهزة تابلت ومعاهم شرائح يدخلوا بيها على الإنترنت، وبالتالي عندهم قناة اسمها مدرستنا 2 على التلفزيون، بالإضافة لمنصة إدارة التعلم الموجودة على التابلت اللي هي lms.ekb.eg، وعندهم إدمودو وعندهم الدروس الإلكترونية والبث المباشر، فعندهم مصادر كثيرة جدا. عن طريق المصادر دي هنقدر نكمل العام الدراسي من البيت. زي ما اتفقنا من الأول هنحاول نستكمل التعلم ونغطي المناهج بدون محذوفات، لأن احنا عندنا ما يسمح بهذا، سواء عن طريق الحضور في المدرسة أو باستخدام الوسائل التعليمية المختلفة. وإحنا كنا قلنا ده من حوالي شهر تقريبا، ودلوقتي المصادر دي هتنفعنا جدا وإحنا مضطرين نذاكر من البيت. القنوات التعليمية زي ما قلنا هي الوسيلة الرئيسية اللي تشمل الجميع، اللي الجميع يقدر يخش عليها، موجود عليها كل المناهج. بدعوكوا إلى مشاهدتها، مدرستنا واحد ومدرستنا اتنين. إحنا بنحط على موقع الوزارة أسبوعيا جداول لكل سنة دراسية بتاعة المواد، ده يعني نموذج من هذه المناهج على مدار ال 24 ساعة. هتلاقوا مناهج رابعة ابتدائي، خمسة ابتدائي لحد الشهادة الإعدادية على قناة مدرستنا واحد. قناة مدرستنا اتنين تم افتتاحها بعد كده في الأسبوع الثاني من ديسمبر. دي موجهة لولادنا اللي في المرحلة الثانوية والشهادة الإعدادية، بتعرفنا إزاي نستخدم مصادر التعلم وإزاي نحل الاختبارات بنظام الأسئلة الجديد. فدي قناة مهمة جدا اللي هي قناة مدرستنا 2، وده التردد بتاعها زي ما أعلننا وموجود على موقع الوزارة. دول مصدرين أساسيين يستطيع أي طالب في مصر وهو في البيت بعيدا عن خطر التعرض لكورونا ان هو يعتمد عليهم في الفترة اللي جاية. بالإضافة لده في منصة LMS او إدارة التعلم موجودة لكل الأولاد اللي في المرحلة الثانوية، بنضيف فيها محتوى رقمي تفاعلي، ده غير محطة التلفزيون. وفي كمان المكتبة الإلكترونية اللي هي ستادي او ذاكر، دي متاحة للسنوات من أولى ابتدائي لحد الثانوية العامة. وفي وسائل تعلم مختلفة اللي احنا بنتكلم عليها، من أول مدرستنا لإدمودو لبنك المعرفة لمنصة إدارة التعلم. كل ده استثمار الدولة منذ 3 سنين اللي جمعناه كله في منصة التعليم المصري اللي اسمها إيديو هاب، للي هيتوه مش عارف يروح هنا ولا هنا ولا هنا، يدخل في إيديو هاب هيوجهه لكل الروابط بتاعت كل المنصات المتاحة. فمهم جدا ان احنا نعرف ايه المتاح لينا. للي ما دخلش على مدرستنا واحد او اتنين ياريت يخش عليها، اللي ما دخلش على منصة ادارة التعلم بتاعت ثانوي هيستفيد منها جدا، البث المباشر او إدمودو او ذاكر، كل ده متاح. وفي هذا الموقع هنقدر نعرف ايه اللي متوفر ونستخدمه ازاي. بالاضافة لده احنا عملنا مكتبة اضافية للدروس الالكترونية اسمها حصص مصر، مستواها عالي جدا،
بيدرس فيها ناس من مركز تطوير المناهج ومن مركز تقييم الامتحانات عشان يساعدوا الأولاد على فهم أسئلة التقييم الجديدة في المرحلة الثانوية بالتحديد والشهادة الإعدادية. فدي متاحة برضو، وبدعوكوا العنوان بتاعها أهو وهنلاقيه على إيديو هاب. كل دي وسائل عشان نتعلم بدون ما نضطر ننزل أو نخرج من البيت. فهذه المنصة فيها فيديوهات شرح وتدريبات على طريقة الأسئلة الجديدة. كل ده متوفر في الصورة العامة. طبعا الأولاد من كيجي 1 لحد 3 ابتدائي ما عندهمش امتحانات في نظام التعليم الجديد في هذه المرحلة العمرية، وبالتالي ما عندهمش مشكلة الاضطرار للنزول للمدارس. بقيت المجموعة من رابعة ابتدائي لحد الثانوية العامة بندعوهم ان هم يكملوا المحتوى الدراسي لحد 16 يناير طول ما هم قاعدين في البيت، استعدادا للامتحانات بتاعت الترم الاول اللي هتيجي بعد كده باذن الله. فاحنا كل الحكاية بتعديل الخريطة الزمنية بنتفادى فترة الذروة اللي احنا واضح ان احنا بنعاني منها دلوقتي، فهنأجل الامتحان لما بعد أجازة نص السنة أملا في أن إن شاء الله تكون الأحوال أحسن ويبقى في تقدير موقف بعد أجازة منتصف العام. فإحنا وفرنا وبنوفر وإحنا ماشيين مصادر تعلم كتيرة جدا علشان نساعد الولاد، لأن الوقت بيجري ولو ما عملناش كده وما استكملناش المحتوى هيبقى كلنا عندنا مشكلة أكبر بعد كده في استكمال العام الدراسي. في اللحظة اللي إحنا فيها كل المطلوب هو الالتزام بتوجيه السيد الرئيس ومجلس الوزراء والوزارتين في ان احنا ما ننزلش المدارس او الجامعة في جميع انواع التعليم، ونكتفي بالتعلم من المنزل عن طريق كل الادوات دي. في طبعا تعليم عن بعد في التعليم العالي، ونكتفي بهذا. الامتحانات كلها تم تأجيلها لبعد منتصف العام. فده الملخص بتاع القرار اللي تم اتخاذه النهاردة اللي هو يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة الأولاد والسادة المعلمين والإداريين والناس أولياء الأمور بالتبعية، ويوفر علينا هذا النوع من القلق ونستغل الوقت. فطبعا التزامنا باستخدام مصادر التعلم هو اللي هيفرق في أداء الأولاد بعد كده. وإحنا في الوزارة هنساعد عن طريق السوشيال ميديا وموقع الوزارة في طول الفترة دي بأن احنا هندي نماذج إرشادية من الأسئلة اللي في الامتحانات لجميع السنوات يتمرنوا عليها وهم في البيت، نماذج للولاد في ثانوي، نماذج للولاد في الثانوية العامة. هنحاول نستغل الوقت للمساعدة، وهنفتتح قناة إدمودو أو منصة إدمودو عشان نتواصل مع الولاد والمدرسين من خلالها. فيعني بدعوكوا جميعا احنا نساعد بعض نعدي من السنة دي من غير إصابات إن شاء الله، وفي نفس الوقت ننقذ العام الدراسي لولادنا كلهم. ونعرف اهتمام السادة أولياء الأمور بالتعليم وبأنه ولادهم تنجح، فبالتالي هنساعد بعض بأنهم يوجهوا الأولاد لهذه المنصات إن شاء الله. وإحنا هنتابع معاكم وهننشر جداول مدرستنا ونكملها مع بعض، ومدرستنا 2، وهنزود من الخدمات اللي ممكن الوصول إليها والأولاد في البيت. بقول لكم تاني كل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا إن شاء الله يجعل هذا العام عام سعيد وتزول هذه الغمة. وإن شاء الله يعني نتمنى بعد أجازة منتصف العام لو التزمنا جميعا نقدر نوصل لنقطة أحسن ونكمل العام وننجح كلنا إن شاء الله. شكرا جزيلا.